progress. عندي ال A B ال A J يساوي بعض. اوكي هذا عمودي على هذا وهذا عمودي على هذا كمان على هذا وهذا عمودي على هذا، كله عمودي على بعض وهو اكس سكنر، انه هذا يساوي هذا، ال A B يساوي ال A J. طيب فهون ال PD طيب امسح هذا، عم بيقول ال PD وال PA جمعهم يساوي الهيبة. وين الهيبة؟ هيبة هيبة الهابة يعني ارتفاع الهيبة، يعني هذا الهيبة أوه هذا وهذا جمعهم يعطيني هذا الله ويعطيني هيجة، يعني من هون لهون. طبعا ديك كمان، عندك يعني هيك وهيك بيساوي هذا وبيساوي هذا جمعهم. الجمع معقول مثلا إذا A و B جمع هذول الاثنين يعطيني ارتفاع هذا بيساوي الارتفاع هذا يساوي BH، يعني من هون لهون. معناته الجي بي الهي بي والخط اللي رسمتيه على الجي متساويين. أصلا نحن نعرف الإكس كنار، ايه متساويين. ايه تمام إيه تمام هسه الإكس كنار، نعرف إنه إذا أخذنا من هون لهون، طبعا إذا كان قائم، ومن هون لهون إذا كان قائم، أصلا نعرف إنه هذول يساووا بعض، صح؟ لأنه إكس كنار. إيه فالشي الجديد هون إنه دي بي زائد بي إيه بيساوي هذول الاثنين. تمام ما كنت منتبه طبعا للاكس كان. بالشرط هذا، يعني انا اجيت هيك هيك، انا اجيت هيك هيك، اثنيناتهم قائمين، الشرط انه اثنيناتهم قائمين. لا طيب بالاكس سكنر هذا فكك برضه صور بعض، ال A B بتساوي ال B J، A B يعني هذا يساوي البيجي، يعني هذا وهذا يساوي بعض. طيب هذا عمودي على هذا وهذا عمودي على هذا، يعني هذا وهذا عمودين، هذا عمودي على هذا وهذا عمودي على هذا. ايه هذا 45 وهذا 90 وهذا 90، ايش تريدون؟ هذا 7 وهذا 5، وش تريد؟ بيجي بيجي هذا ما هذا ايش قد شو الميك لازم؟ طيب فينا نرسم هيك. انا عارف هاي سبعة حصل هاي قبل شوي بس تقلب المثلث. اي، راح اقلبه هيك 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 ايه يعني عليك. اي، هذا قائم هنا 45، تمام. طيب هون كمان قائم، معنى هذا زاد 45 صح ولا لا؟ صح يعني انا هيك عملت، أخذت من هون لهون، ونحن نعرف هذا يساوي جمع 5 و7 صح؟ صح 5 و7 ايش قد؟ 12 5 و7 12، وين هذولا؟ تحت، يعني هذا دمع. ايه طيب بس إذا مقابيل 45 12، فمقابيل 45 هون كمان 12 صح؟
صح ايه ظل هذا الوتر؟ اكيد هم طالبين الوتر مو هذا، بيجي ايه هذا البي، هذا اخذت هيك جي، هذا ار، هذا مدري شنو، انا احب ايه. طيب هم طالبين البي جي تمام، اينا ايه خلاص بين، هذا 12 هذا 12 هذا 12 جزء الاثنين بيته. 12 جذر 2 حسب فيثاغورس، إذا هذا 12 هذا 12 هذا 12 جزء 2، ما هنا قائم القاعدة. ايه بكلم دور يابتكم عينا أوني كي كوكي كي. بس شوفي هم شلون حاسبين ارجعي حاسبين مثل نفس الطريقة ايه، بس انا قلبت المثلث مو انت طلبت مني، ايه مو قالوا انه هذا وهذا يساوي بعض؟ خلاص نفس ما اذا احنا هاي قلنا 12 جزء 2 هاي زائد 12 جزء 2، واذا كان عندي زاوية 45 واذا هاي 90 فهاي اكيد 45، 90 45 45. طيب اونك ثاني يوكي آ بي آ جي بيساوي بعض، آ بي آ جي إكس سكنر كمان عندي آ دي 2 جذر 10، هذا بي دي 6 تمام، دي جي 10 هذا 10. أظنه قرأ çevre آ بي جي يي بولالم بدون çevre، يعني هذا هذا وهذا كله بدنا نجمعهم نصب إلى جذر. düşüneyim biraz. إذا أنزل هيك فيني أطالع أجبه، إذا هذا يمكن تسعين يطلع هذا 90 صح؟ ايه أي وهذا وهذا قد بعض، هذا 90 بس هذا وهذا قد بعض، ما أعرف دور هسه باقي 90 مقابل 2 جذر 10 فراح يكون عندنا ايش مثلث أعطينا جوه راح الآدي يكون 2 دقيقة، هذا كله ايش قد كله من تحت 16 16 نص 16 ايش قد 12 8 8 ثمانية، إذا هاي كلها ثمانية تمام وهاي ستة معناها إيش قد؟ اثنين اثنين ولدمه ايه هيك وهل إيه، الارتفاع ولا عن ستة راح طريق يكون فيثاغورس فينا نطالع الارتفاع، بس إذا طالعت الارتفاع راح أعرف الثانيين. أنا إيش بدي بالارتفاع؟ ايه لا ايه يطلع ايه معنا لو اطالع هون ظل الارتفاع عن ثمانية طريق فيثاغورس اطالع هذا نما. ايبت طيب عم تفهم عباس؟ ايه معكم ايه هذا كله وهذا كله ثمانية، ايه بما انه هاي ثمانية ثمانية وهاي ثمانية فاذا هاي ستة هاي اثنين، هاي اثنين راح اطالع الارتفاع، يعني انا عندي المثلث هيك شيلة شيلة شيلة، عندي هنا اثنين هنا اثنين جذر 10، الوتر اثنين جذر 10، هنا اكس ما اعرف الارتفاع، او خلينا نقول هي احسن هي ارتفاع، فعندي هي للتربيع زائد اثنين للتربيع يعطيني اثنين للتربيع زائد جذر 10، يعني اثنين جذر 10 للتربيع، اثنين يصير اربعة، والعشرة نطالع من تحت الجذر نضرب فيه يصير 40. الله ذك تمام، عم نفهم؟ ايه نجيب اثنين للتربيع لهذا الطرف يصير أربعة، مو أربعة جبنا لهذا الطرف
ناقص 36، يعني 36 ناقص 4 صار، باردون 40 ناقص 4 نعطيني 36 الجواب. لما ربطت ولا ايش؟ لا صح. عباس فهمت؟ انا اختصر، كم طلعت ال40 بس؟ مو عندي ه زائد 2 ينطيني 2 جذر العشرة في التربيع، فاثنين جذر العشرة ينطيني 40. شوف اثنين للتربيع ايش قد؟ 4، وهذا للتربيع ينطيني 10. تمام، ايه يروح صحيح الجذر، فعشرة ضرب أربعة تمام يعطيني أربعين. تمام تمام، وجبت هذا صار تمام 4، اثنين الباقي للتربيع 4، جبت الأربعة للطرف الثاني صار 40 ناقص 4، 40 ناقص 4 انطاني 36، جذر 36 انطاني 6. أنا أخذت جذر هذا وجذر هذا، النظم النظم أي فطلع عندي الارتفاع 6 وعندي هون 8 صح؟ صح. فيطلع عندي هذا، يطلع عندي الوتر يعني اكس تساوي للتربيع طبعا تساوي 6 للتربيع، 6 للتربيع ايش قد؟ 36، 8 للتربيع ايش قد؟ 64، 64 زائد 36 يعطيني 100. تمام، جذر 100 ايش قد؟ 10، اكس تساوي 10، فمعناها هذا 10 وهذا 10 وتحت 16، صار عندي كلياته 36. دمه أويل فهمت عباس؟ ايه فاهمة طيب امسح، ما بدنا تشبره، تشبره جمع كله نقاط الوزن هون 36 ضرب مش هلا اجينا المثلث 30 60 90 ناقص، وما في داعي اذا كان هذا المقابيل 30 واحد، مقابيل 90 اثنين، مقابيل 60 جذر 3، يعني لو كان عندي مقابيل 30 اكس او مقابيل 90 2 اكس دبل، مقابيل 60 اكس جذر 3. تمام، نعرف هاي القاعدة، تمام أعطيتكم إياها قبل أصلا، هم شارحين هون كتير قريبكيو. كشك صورو صايدة طعمة، شوف ايش قد شارحين عليه، يعني أنا درست طالب 11 كان موجود فيها هاي القاعدة، حتى بالثاني عشر موجودة هاي هذا عشر المعادلات ولا الصور صفر؟ عادي 10، هذا النهاج 11. لا التاسع بس موجود بالحادي عشر اعتقد، التاسع هذا شوف، ترى كل شيء موجود بالتاسع موجود بالصفوف الثانية مو كاتبين. تمام، ذو قزنج الصنفاي، بس بالمدارس ما يعطون لأن الطلاب مخوخة مسكرة. خلصنا هذا كويس، ما يعطون هذا؟ ما يعطون هذا بالمدرسة؟ يعني قد ما الطلاب ضعيفين يعطوهم زائد ناقص ضرب، يعني تخيل الدونم كامل أخذوا بس الجذور، المدرسة اللي أنا فيها طبعا، بس أنا أعطي كل الفيزياء يعني أخلص، ويفهمون الطلاب؟ يعني الآنسة جايبة أسئلة سهلة مي 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 مي، وخلال 5 دقائق دخلوا الفحص، خلال 5 دقائق الكل نص الصف والله نص التاسع أكثر من النص حتى سلم الأوراق فاضية، وهو كسالة سهل. كسالة لدرجة مو طبيعية، قال بجيب الطالب 100 عندي بالفيزياء مثلا يكون كله كتابة، بجيب 190، بجيب بالتركي 180 تقريبا، بالرياضيات تجيب 30، يعني ليش ما أفهم؟ يعني من المواد الثانية للرياضيات، ها؟ أقول ينجح المواد الثانية وعادي يرسب بالرياضيات إيه ينكسر بمادة. كتير كسلانين بالرياضة،
كتير كتير عنا السوريين ما شاء الله، مية مية. نشوف الايش كنار ايش كان. هلا هذاك كان ايكيز كنار، هلا ايش كنار ايش كان، ايش كنار كلياتها متساوية، نعرف ما نروح وقت، هذا 60 وهذا 60 وهذا 60. إذا أخذنا اتش اور تاي فهاي 30 30، تصير هاي وهاي وهاي كلها آه، فبما إنه آه فهاي نص آه وهاي نص آه، مليونز. تمام. الارتفاع ايه أنا كنت حافظته كمان بالجامعة. آه هي شوفوا الارتفاع، آه جذر الثلاثة على اثنين، هذا تحفظوه أو فيكم تحسبوه، يعني هنا آه وهنا آه على اثنين، فالهي فيكم عن طريق بيثاغورس تطالعوه، بس أنا كنت حافظته يعني بالجامعة كنا نستخدمه كثير، هي آه جذر ثلاثة على اثنين. لا تفكروا انتو خلاص راح تاخذوه، لا طبعا شوفوا 30 30 60 90 كمان، فهنا المثلث 30 60 90 يعطيني اذا نصفنا، زاد اذا مقابيل 90 اه فمقابيل 30 نص اه، المقابيل 60 اه جذر 3، بس ليش على 2؟ لأنه نص آ جذر 3 راح ايه لانه الاكس هي اه على 2. إيه طب نزل شوي شو اسمه اه انزل لتحت شوي انزل لتحت شوي كيف؟ إيه كان مبين عندكم كامل لا بس حافظينه يعني. شوف هنا عندي 90 وهنا 30 وهنا 60، فمقابيل 30 إذا إكس، مقابيل 90 2 إكس، 2 اكس مقابيل وهذاك الستين اكس إكس جذر جذر ثلاثة. 3 أينه؟ اي حفظه هون فإذا كان هذا آ فهذا آ على 2 وهذا آ جذر ثلاثة على 2، يعني آ على 2 جذر ثلاثة. هذا بالنسبة لمن؟ للأشكنر، يعني متساوي الساقين. متساوي الساقين هذول يا أسهل. اخي هذول لازم تبعث يعني وين الاقيهم هذول الايش كنار وما ايش كنار يعني بعثت لكم الرابط موجود، أنا روابط بالعربي بس بالمجموعة بعثت لكم على المجموعة الروابط. شوفين شوف هنا بعثت الثلاث، اليوم خلصت الأول الأول كنا مخلصين تقريبا، ظل آخره، الثاني خلصت اليوم، والثالث اللي عم كمل الأشكنر. أشوف إيش يضل بعدها، ما أعرف بأي واحد كان هون. أوتي أورتاي كنار أورتاي أخذنا، كنار أورتا ديك ما أخذنا، إكس كنار إيش كان أخذنا، هل عم ناخذ الأشكنر إيش كان، هلا عم ناخذ هاي، بعدين نكمل إن شاء الله. هلا الأشكنر شوف طويل، أكيد مو طويل، إيه بنخلص اليوم إن شاء الله. ما عندكم شي مو إذا طولنا عادي؟ ما عندي شيء طيب لا لا عادي هنعوض شوي لأنه غبنا كثير كمان، أعتقد بعد قصة وحصتين. حبس أربعة كمبكن آ بي جي إيش كنار إيش كان، آ بي جي كلياتهم متساويين، يعني إذا هذا أربعة هذا إكس، فهذا أربعة زائد إكس وهذا أربعة زائد إكس وهذا أربعة زائد إكس. طيب هذا أربعة عم يقولوا وهذا خمسة، وظنا جرى إكس وظنونه بلالهم بدهم الإكس، إكس شقد شلون طالع؟ براز دو شنالم الجوهر راح يكون اكس زائد 9 كله من البي للاي وعندنا الاكس هذا اكس زائد 9 وين؟ الوتر
ما هو اكس زائد 4 ونضيف له 5 كمان، اكس زائد 9 هذا واتر، عيد وعندهم عيد. الاكس من البي للاي واتر راح يكون اكس زائد 9. من البيل للأي اكس زائد تسعة. ايه التسعة منين جبتها؟ لانه من البي للجي اكس زائد 4، وهذا من الجي للاي 5. هي اكس زائد تسعة تمام، بس شو نستفاد؟ فيثاغورس ما يقدر نطالع ال دي طيب اي، هذا ايش قد؟ هو راح نطالعه عن طريق فيثاغورس، وهذا اكس، بس من جنس الاكس راح يطلع طبعا. مو بس يصير عندي ما تقولين هيك يعني اكس، وهذا اذا سميه يعني يعني اولموست كي ولور مو. ما اعرف اذا في طريقة ثانية، ما اعرف. يعني صار عندي مجهولين هون كيف بدي اطالع، بس بدي خلينا نستفاد من الزوايا. هذا 60 تمام، وهذا 90، تمام وهذا شقد 30 صح؟ فإذا مقابيل ايه 30 أربعة، مقابيل 90 شقد؟ يعني هذا 8 8 دبل مو؟ مو عباس؟ ايه مقابيل 60 شقد؟ 4 جذر 3. 4 جذر 3 أينا. طيب صار عندي هذا معلوم، هذا معلوم، هذا معلوم. هذا 60 شو نعمل؟ وهذا 60 هذا وهذا يساوي بعض صحيح؟ يعني إذا هذا 4 زائد إكس، هذا 4 زائد إيش؟ 8 اكس زائد، لا مو إكس، هذا إكس، هذا مو إكس. دقيقة أفكر. ما عندي ضلع كامل معلوم حتى أعرف إذا هذا 60 60 60 هذا 8. إذا هذا 8 أعتقد هذا كمان 8. لا في قاعدة لهاي الفراشة تتذكروها؟ أعتقد في قاعدة للفراشة اللي هي هيك. ما أتذكرها، هننزل تحت نشوف. كنت فما تعرفين، وخلينا ننزل تحت. يلا ننزل. ما عرفت إيش أعمل. هاي 30، طيب قلنا مقابل 30 4، هاي زاد 30، هاي ليش 30؟ إذا هاي 60 هاي إيش قد؟ 120. 120، فمعناها هاي 30، هاي 30. يعني بما انه هاي 30 نعرف لانه بتساوي هاي، هاي كمان 30. طيب اذا هاي 30 وهاي 30، فالمقابيل مقابيل يعني اكس كان ردمها انه هاي وهاي قد بعض. اذا هاي 5 هاي زاد 5. الله ده نظمة. أي فاذا هاي 8 و5 فهاي زاد 8 و5 وهاي 8 و5، هم ايش بدهم؟ بدهم هذا. طيب فهمنا من وين اجت الخمسة هاي؟ عباس فهمت؟ ها لا انا ما جنت معاكم ليش؟ والله، كنت تحكي الله ياخذ شيطانك. انتو، ما ادري ايش سويتوا. قلنا هون هاي طلعت معنا 8 لأنه هاي 90 مقابل 90، هاي قلنا كلها هاي خبرات ثلاثين، تعتمد. لا هاي 60، هاي الزاوية الخارج يعني للإشكنر 60 60 60، وهاي 60 مقابل 60 يعطينا 4 جذر 3 قلنا.
مالها، قلنا إذا هاي 30 فهاي كمان 30 صح؟ صح. بما إنه هاي 30 وهاي 60، إيش قد كمان 180؟ يعني 60 تيصير 180، مية مية وعشرين وعشرين صح؟ إيش قد أكمل صح. عليه يصير 180 هذا المثلث؟ زاد 30 صح؟ 30 ايه. إيه، فبما إنه هذا 30 ومقابله 5 وهذا 30 مقابله زاد معناها 5. الله ذن، يعني هاي قاعدة، الزوايا اللي مثل بعض المقابل وسط بعض. طيب إذا هاي 5 وهاي 8 فمعناها هذا الضلع كله إيش قد؟ المثلث الحقيقي الأساسي 8 و5 إيش قد؟ 8 و5 16. ما أدري يقولون 13. لا تبقى أي إيه؟ تمام. طيب إذا هاي 13 هاي 4 زائد إكس بيساوي 13 صح؟ كمان 13 لأنه 4 هاقول زائد أربعة إكس زائد إكس 13، معناها إيش قد أضيف على الأربعة ليصير 13؟ 9. عينة يعني إكس كاتش، ها الاكس 9. وهون زاد 13 صح؟ هذا كله لازم يكون 13، فبما إنه هون أربعة قديش أضيف ليصير 13؟ أضيف 9 وهذا طلع معاي 13. شوف تحت معناها الإكس إيش قد؟ الإكس قلنا 9. ما هو هيثم من الأساس قال 9. عن جد؟ هيثم مو أول شو اسمه قال 9 اللي من تحت؟ لا هيثم قال لا 4 قال لا 5 قال زاد، استنى قال قال 9 زاد إكس. اسمعي قال البي اي 13 مدري لا 14. البي اي اكس زائد 9. قال إكس زاد 9، هي صح هيك بس إنه ما ايه طلع بالطريقة. ما استفدنا شيء من طريقتي، ما تضبط معلم. فهمنا هاي؟ فهمنا فهمنا. هي المشكلة وين كانت؟ النقطة اللي ما فهمناها إنه هاي تساوي هاي، يعني أنا أعرفها بس بده تذكير دائما، بده حل أسئلة كثير. شندبو إيش كانار كمان، يعني كلياتهم قد بعض، يعني إذا هاي 7 و1 يعني 8، هاي زائد 8 هاي زائد 8 تمام، وهاي 8 كليات اكس ايش قد عم ها بيطلع؟ شلون طالع الاكس؟ اعمل هيك، هاي 4 وهاي 4 صح؟ ايه دمر صح. طيب النقص 1 من ايه الأربعة ها ثلاث ثلاث 3، ضل هذا اكس. ايه الارتفاع شلون اطالعه؟ حسب فيثاغورس، هذا هون قائم، هون 4 وهون 8، هون ايش قد؟ 4 زائد 4 للتربيع زائد اكس للتربيع زائد 8 للتربيع. نجيب 4 للتربيع لهون، يصير عندي اكس مربع تساوي 8 للتربيع ناقص 4 للتربيع، اكس مربع تساوي 8 للتربيع 64 ناقص 16، 64 ناقص 16، 60 ناقص 10 50، 54 ناقص 6 48. ايه طيب 48 إذا طالع مو جذر، 50 50 54 ناقص يعني 64 ناقص 16، أنا هيك أحسب. ايه تمام. طيب آخذ جذر الطرفين، يصير عندي الإكس يساوي، آخذ اللوغاريتم 4 8 على 2 20 24 تمام، على 2 12 على 2 سلام 6 على 2 3
على ثلاث ثلاثة ثلاث واحد واحد اثنين 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 واثنين اثنين واثنين اثنين ضرب اثنين أربعة جزء ثلاثة. أربعة. هذا حاسة كثير طالعنا حلول منه، تجي طالعنا أربعة جزء. الارتفاع، تمام؟ إنه أربعة جزء ثلاثة. إلا أن طالع حسب فيثاغورس، هنا ثلاث، هنا أربعة جزء ثلاث، أن طالع الإكس. طالعوا أنتوا، ما ظل مكان أكتب. أربعة جزء ثلاثة الارتفاع، أمسح. هل أنتم هنا؟ أنا ما أكتب إذا بدكم تمسح، طيب وأنا ما الارتفاع أكتب. أربعة جزء ثلاث طلع معانا، أربعة جزر ثلاث، هنا طلع لنا ثلاث، دورت كود تمام. فالوتر هو المقابيل القائم اللي هو الإكس اللي طالبينه منا، إكس للتربيع يساوي ثلاثة للتربيع يعني تسعة زائد أربعة جزء ثلاثة للتربيع 16 ضرب ثلاث. ضرب ثلاث. 3 ضرب 6 18، 3 ضرب 1 3 4 48، تمام؟ ويلا عم نفهم؟ الله يورث. 9 و48 اعطيني 57، تمام؟ ايه معناها الإكس جذر 57. مش قد جاي درس 57. ما بي أصاصية ما له جذر، شوف في له جذر سبعة لا وخمسة جذره جذر 7.54 فاصلة، ما عندنا 8 فاصلة، 3 بدنا تتقسم جذر على 3. اتقسم هسه راح يعطينا التليفون موجود 19. سبعة يتقسم على وخمسة 3 جذر، سبعة وخمسة اثنا عشر. 12 من مضاعفات الثلاث. أينن أولو روزما يا بلا بس لا راح يعني يعطينا 19. 19 أصغر سن. أنا أول ما ضمن أيوة أختي تمام. خلي شنو مزعجكم؟ على ثلاث، مش قاعد ينطيني 19 أنا عنده قز برر سأجنى وماسك يعني بغا أصاصي وزمان بغا أصاصي بكي خليه إكس يساوي، أنا هون حاطة إكس كاري إيه إكس بتساوي جذر 57، نشوف حلينا صح ولا عندي غلط. صح جذر 57. أفرن سنة. طيب هون هذا اللي قبل شوي أرسل لكم الفيديو تبعه، مو ودرسناه ترى اللي أنت أرسلت الفيديو، إيه؟ بس أحس هيك شرحهم حيل مبسط بس مع شرح ذلك ما فهمت أنا اشرحه كثير. لا هناك عم يقولوا انه كل ما كان مثلث مثلا هون كل ما كان طويل هون يقصر، مثلا الابعاد هذول كلياتهم يساوي بعض، مثلا انا لو هذا مو طويل القاعدة اذا قصرته مثلا، تمام، راح يطولوا ايه هذول، يطول الارتفاع بنفس الشيء. فايش طيب يصير؟ نفس نفس النظام اللي الارتفاع، الارتفاع للقاعد. يطول، يعني عكسي كل ما كان الضلع قصير كل ما يطول. بس دقيق خليكم معي. اليو اتفضل. يا تشام نرجع تشكروا قبل نصر يوك دارسين يو يو اونلاين فيديو يو كيت ميجا، يعني بايرام olacak ya ondan. Aynen. Ben bitirince ararım olur mu? Tamam. Görüşürüz. Sana da teşekkür ederim. ايه انا هون نعم. A B C شكيت هسه نرجع على موضوعنا، انه ارجع لاسم المثلث، ليش مسحتيه انت؟ فيني ارجعه ما بدو شي.
تمام. لما شلون القاعدة لما صغرناها ايه وارتفع معنا نفس المسافة اللي نقصرها من القاعدة تروح على الارتفاع نفسه بالضبط؟ يروح على هذولا. مثلا لو عندك بإيدك شليمونة أو خيط، يكون هذا 10 مثلا، وهذا 10، وهذا 10، يعني جمعهم كلياتهم 10، فالارتفاع هون صار قصير. تمام، مثلا هون يصير عندي 15، وهون 15، وهون